بسم الله والله أكبر كبيرا سبحانه بكرة وأصيلا. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله هم في المقابل عندهم هما شكون باش يواجهوا والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، يعني يحاربوا لخدمة الشيطان وحي للشيطان. ولكن مكر الشيطان ضعيف، لو كان الإنسان قريب وكان الإنسان ذكي وكان الإنسان عاقل لفعل عكس ما يريده الشيطان منه، لأنه إرادة الشيطان ستدفعه إلى خسارة رضا الرحمن. في عوض تطيع مولاك اللي برضاه تكون سعادتك وسلامتك، ولا تمشي في رضا الشيطان وهو العدو الأول لله ولخلق الله. والشيطان توعد الأكثرية من الذرية بأنه مش يخليهم أحرار حتى يعبدوا الرحمن، مش سيطر عليهم ويضع في عنقهم أغلالا حتى لا يتوجهون إلى الرحمن بالعبادة وطلب السلام. نعود بفضل الرحمن.